بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم وأيدهم بمدد من عندك وتولهم يا رب العالمين يا ذا القوة المتين، وأنزل بأسك وسلطانك في الظلمة والشبيحة والروافض الذين يؤازرونهم ويؤيدونهم يا رب العالمين. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، ومكن اللهم لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد، أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأخير بعون الله وتوفيقه من كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بن كثير، فقال: النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. طبعا كتاب عبد الغني ابن سعيد هو الغوامض والمبهمات، إذا كان موجود يعني عندكم في الحاشية في بعض النسخ. إذن كتابه الغوامض والمبهمات، وكتاب الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، إنما يعلم ويوقف على هذا الرجل الذي أبهم ولم يسمى، لم يذكر باسمه العلام في رواية أو روايات أخرى غالبا، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام هو الأقرع ابن حابس. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لغب سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه. الظاهر أن أبا سعيد راوي الحديث تواضعا أبهم نفسه في عامة الروايات، في أكثر الروايات لم يصرح، قال: رقاه رجلا منا، على سبيل التواضع، لأنها كانت كرامة له الحقيقة، يعني من إكرام الله عز وجل. في أشباه لهذا كثيرا يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، يعني بيانها وتوضيحها. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. إذن كتاب النووي الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. إذن فن قليل الجدوى يعني الفائدة، يعني الوقوف على أسماء الرجال أو النساء الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المراد غالبا الإبهام في المتن وليس في السند، أما الإبهام في السند
فمعرفة هذا المبهم أمر هام جدا يتوقف عليه يعني صحة الحديث، وإلا يبقى الحديث ضعيفا. لكن هذا الذي قصده ابن كثير قليل الجدوى إذا كان الإبهام في المتن، حبذا لو يعني وضحتم ذلك وقيدتم ذلك. نعم، إذن وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. الحكم يعني الفقهي، الناحية الفقهية أو ما يدل عليه هذا الحديث، سواء كان في أمور الاعتقاد أو في سائر المسائل الشرعية. ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. إذن شيء يتحلى به كثير من المحدثين، معنى يتصف ويهتم به، يتصف ويهتم به كثير من المحدثين. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. وعلى ذلك يصرف كما قلنا، وهو فن قليل الجدوى كما قلنا، هذا كما قلنا يعني إن كان في المتن، أما إذا كان في السند فهام جدا. النوع الموفي 60 أي المتمم والمكمل. 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. يتحرر بمعنى يظهر نعم ويتضح المتصل من المنقطع. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ، ويصح أيضا بالهمس التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد ابن حاتم الكشي، هذه بلدة قرب جرجان يعني هي بلاد ما وراء فارس، فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، وقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. لماذا؟ موت أو وفاة عبد بن حميد كان سنة 47 و200، وقيل سنة 49 و200. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. حكيم بن حزام مكي، أسلم يوم الفتح، وله أنا في حساباتي له 74 سنة، توفي سنة 54 للهجرة، فعاش 128 سنة. نعم. حسان بن ثابت طبعا أنصاري، أيضا توفي سنة 54، وافق آذان الرجلان الصحابيان الجليلان أنهما توفيا في سنة واحدة. نعم، وهما إذن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام، خطأ هذا، حزام خطأ حرام، فإن قاعدة
كل رجل من أهل المدينة عرفنا جاءت تسميته حرام، يكون حرام أو عبد الله بن حرام وأشبه ذلك، هو أو والده أو جده. والتسميات في المدينة في مكة حزام، ما في تسميات في أهل مكة حرام، عرفنا هذه ميزة، لذلك اكتشفنا الخطأ المطبعي فورا إن شاء الله بهذه القاعدة. نعم. عاش كل منهم إذن 120 سنة، يعني مو فقط حسان وأبوه وجده أيضا أو جد أبي. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. أبو نعيم إذا أطلق بالنسبة لتقعيد القواعد وهذه الأمور التي فيها عناية بالصحابة ورجال الأحوال، هو أبو نعيم صاحب الحلية المتأخر. إذن أبو نعيم هو صاحب الحلية وحلية الأولياء وصاحب المصنفات الكثيرة، وهو متأخر، متوفى سنة 340، بينما الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام أحمد هؤلاء العلماء، فهو يعني متوفى قبل سنة 297 أو 198. قلت: ابن كثير قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم، يريد أربعة أي في نسق واحد، يعني هم أحفاد عن آباء أو أجداد. وهذا إذا ثبت إخواني أحيانا يكون حقيقة، يعني أخبار تأتي ويذكرها أهل العلم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس ابن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. طبعا هذا ما ورد في عمر سلمان الفارسي الحقيقة غير ثابت، لذلك الإمام الذهبي بعد أن ذكره في تاريخه عاد في السير، سير أعلام النبلاء، وأنكر ذلك ورجع إلى 70 سنة تقريبا. نعم. والواقع يرده، الواقع يرده. ما هو الواقع؟ الواقع لم يشتهر أبدا عند الصحابة أو حتى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامله معاملة، يعني إنسان رجل كبير السن جدا وأشبه ذلك، لا يوجد أي خبر صحيح أو حسن أو حتى ضعيف يدل على أنه كان معمرا وعاش طويلا. لو كان كذلك لحصل الحقيقة شهرة لذلك، وربما لطلب بعض الصحابة منه أن يحدثهم ببعض الأعاجيب وما رأى وما شاهد من خلال هذه العشرات من السنين التي يعني سبقهم بها في الحياة. فلا يصح الحقيقة، لا يصح كل ذلك، لم يرد أبدا. على العكس، شارك في الغزوات والفتوحات وبقي إلى سنة 33، وهو والله أعلم في مكتمل الرجولة والقربة، في مكتمل الرجولة والقربة. وقد أورد إذن الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، أولهم طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. لذلك من أهل العلم من ينتقد يعني من يعني يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم لأنه يوافق يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، يوافق يوم ولادته. لذلك هذا أحد الأسباب الذي يعني أدى ببعض أهل العلم إلى الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد نعم في 12 من ربيع الأول، وتوفي أيضا في هذا اليوم أو في مثل هذا اليوم.
وأبو بكر عن 63 أيضا من جمادى سنة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة. قبل ذلك العرب كانت تؤقت الحقيقة تتابع، يعني الروم أو الفرس، أو بعضهم جعل يؤقت من عام الفيل، بعضهم جعل يؤقت من عام الفيل، بس ما في تاريخ الحقيقة يعني مجمع عليه. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40، أي قتل أيضا علي في شهر رمضان سنة 40 عن 63 في قوله. الراجح الذي رجحه الذهبي وابن حجر وغيرهما كان لهم من العمر 60 وقيل 61 وقيل 62، لكن القول ب 63 ضعيف، القول ب 63 ضعيف. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36، يعني ليس في معركة الجمل ولكن بعد انصرافهما من وقعة الجمل، ليس في الوقعة، بعد انصرافهما من الوقعة بعض يعني بعض الخونة قاموا بتعقبهما وبقتلهما غيلة وغدرا. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 سنة سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73. سعيد بن زيد هذا صهر عمر، صهر عمر ابن الخطاب. وعبد الرحمن ابن عوف عن 75 سنة سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. طبعا المؤلف أراد التركيز على العشر المبشرين بالجنة، فهؤلاء العشر المبشرون بالجنة. قلت وأما العباد فعبد الله ابن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، هذا في قول، وأكيد ابن عمر قبض بعد ابن الزبير، قيل في آخر سنة 73 وقيل في أول 74. وعبد الله ابن عمر سنة 67، رجح الحافظ في التقريب بأنه يعني قبض ليالي الحرة سنة 63. إذن ابن حجر رجح في التقريب أن عبد الله ابن عمر توفي سنة 63 وقيل سنة 65. وأما عبد الله ابن مسعود فليس منهم، يعني ليس من العبادلة. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. الراجح أنه توفي سنة 32، توفي هو وأبو ذر، في سنة واحدة سنة 32، حتى وتوفي بعد أبي ذر، وهو الذي صلى على أبي ذر وأقام بتجهيزه. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة، ولادته سنة 98 أي بعد الإمام مالك بأربع سنين، سفيان الثوري بعد مالك بأربع سنين.
وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80. اختلف في ولادة مالك، قيل سنة 92 وقيل سنة 93 قيل سنة 94. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. مولود أبو حنيفة سنة 80، أي هو أسن من مالك والثوري بحوالي من 10 إلى 15 عاما تقريبا. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق ابن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، أي على طريقه، يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 72 سنة. قال ابن الصلاح الرابع وأصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، وهي من بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. إمام مسلم مولود سنة 206، مع أني أحفظ سنة 204. نعم 204 أرجح إن شاء الله، لأن أبا داود ولد قبله بسنتين، سنة 202. أبو داود سنة 75 و200 ولادته كما قلنا سنة 202. الترمذي بعده ب4 سنين سنة 79. الترمذي مولود سنة 209. هو وابن ماجة في سنة واحدة، عن الصحيح. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. النسائي مولود سنة 15 و200 فهو آخر الستة ولادة ووفاة. قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني صاحب السنن، ويصح أيضا بالضم القزويني نسبة إلى منطقة قزوين أو إلى البحر أيضا، صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة. والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. اعتنى برجالها وأطرافها، أطرافها ما معنى الأطراف؟ الأطراف الكتب التي تأتي إلى فقرة من الحديث في الغالب من أول الحديث بحيث يفهم تتمته، يعني أشبه ما يكون بالفهرسة، مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا إلى آخره، فالذي يفهرس ماذا يقول أو يأخذ من الحديث؟ إذا جاءكم من ترضون أو من ترضون دينه، عرفنا هذه فهرسة ويقال لها أطراف، أخذ طرفا أي جزءا من الحديث، بحيث صار يعني الحافظ يعرف تتمة الحديث. وقد كانت وفاته سنة 73 و200. طبعا يعود على ابن ماجة رحمهم الله، قال الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا،
أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وتجاوز 80. عبد الغني ابن سعيد المصري في صفر سنة 49 لمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 30 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة. إذا عمر الحقيقة ابن عبد البر عمر طويلا. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. والحافظ أبي يعلى الموصلي الموصل هذه المدينة التي الآن في العراق التي هي في العراق الآن الموصل. نعم أحمد بن علي متوفى سنة 37 هو من شيوخ الإمام ابن حبان والحافظ أبي بكر البزار أحمد بن عمر البزار كتابه الحقيقة مسند البزار كتاب هام جدا وكتاب يعني نافع جدا في معرفة العلل والرفع والوصل والوقف وما أشبه ذلك. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح الموجود منه حوالي الثلث هذا الكتاب فقط في 4 مجلدات. والظاهر أن هذا الكتاب يعني موسوع الحقيقة في حدود 12 كم؟ 4 نعم في 3 و12 مجلدة. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي نسبة إلى بست وهي بلدة قرب أذربيجان الآن قرب جمهورية أذربيجان يعني إذن هي بلاد وراء فارس صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد ابن عدي أبو أحمد اسمه عبد الله ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. في عندنا أيضا من الأئمة الكبار الطبري متوفى سنة 310 وقيل 9. الطحاوي أيضا متوفى سنة 21 و300. أبو بكر ابن المنذر أيضا من جبال العلم أيضا متوفى سنة 18 و300. هؤلاء الأئمة الثلاثة أيضا. النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وآل ابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء وكتاب الكامل لابن عدي أيضا. وفي عندنا الضعفاء للعقيلي والضعفاء والمجروحين لابن حبان أيضا كلها كتب قيمة الحقيقة وشاملة موسوعات. نعم. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد ابن علي الخطيب وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي
وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. تهذيب التهذيب يعني هو في رجال الكتب الستة، تهذيب التهذيب للمزي في رجال الكتب الستة، والذي اختصره أو هذبه ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب عفوا كتاب المزي تهذيب الكبائر. كتاب الذهبي تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب يعني أيضا تذهيب بمعنى التهذيب، ولكن أراد أن ينوع في التسمية. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. لكن هذا الكتاب فقد بالنسبة لكتاب عظيم، كتاب عظيم جدا من أحسن وأوسع ما ألف في رجال الكتب الستة، في رجال متكلم فيهم أيضا، لأنه جمع يعتبر بين كتابين كبيرين، كتاب المزي وكتاب الذهبي. فهو ابن كثير يقول جمع بينهما واستدرك عليهما وحرر أيضا في الجرح والتعديل زيارة كلام ونقول عن الأئمة في هؤلاء الرجال، لو وجد لكان كتابا يعني عجيبا. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، يعني إذا قصد فيه أو من خلاله النصيحة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم أي لسنته وللمؤمنين، وليس لأغراض شخصية، لأغراض شخصية وهوى وما أشبه ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك أو خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتختار العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، يعني هو أول من توسع، أول من توسع في الكلام على الرجال وجعله غرضا، وجعله غرضا أي هدفا. نعم. أما قبله حقيقة كان هناك كلام في الرجال سواء بالتوثيق أو في الجرح، يعني كان في التابعين في الكبار والمتوسطين وفي صغار التابعين تكلموا في الجرح والتعديل قبل شعبة أيضا. وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. تلامذته يعود هذا على يحيى بن سعيد وليس على شعبة، فهؤلاء الشيوخ الأربعة ما أحد منهم أدرك شعبة، يعود إذن هذا على القطان. وقد تكلم في ذلك يعني في الجرح والتعديل مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. تكلم حتى الشعبي، عامر الشعبي تكلم في الحارث، الحارث بن عبد الله الأعور صاحب علي، قال حدثني مرة، قال حدثني الحارث الأعور وأشهد أنه كذاب، أشهد أنه كذاب. كذلك إبراهيم النخعي وهو تابعي شهير اتهم الحارث بن عبد الله النخعي، الحارث بن عبد الله نعم بالجعفي بالوضع، بالوضع. إذن هناك كان كلام الحقيقة قبل شعبة، لكن شعبة كما قيل هو توسع في الكلام على الرجال. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر،
إذن بعض الناس تكلم في غيره غالبا يكون في الأقران، في الأقران، وسببه يعني عدة أمور، منها يعني العداوة بين الأقران، يعني واحد غالبا يغتاظ من قرينه إذا سبقه في علم من العلوم، أو أن التلامذة يعني يفيدون إليه ويهتمون به، أو بوئ منصبا من المناصب، أي نعم، فوق ما منصب فلان من الناس، فربما يحمل ذلك إلى القدح أو الجرح فيه. وقد ذكروا لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك في الروض الأنف، يعني روض الأنف في أوله في مقدمته، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. قال ابن حجر: تكلم فيه النسائي، يعني في أحمد بن صالح، بسبب أوهام يسيرة، وقال آخرون بل لأنه يعني لم يحضره مجلسه ومنعه من حضور مجالسه، يعني لا يظن هذا بالنسائي الحقيقة. أحمد بن صالح حقيقة صح روى له البخاري، لكن قلما روى عنه، وفيه بعض له أخطاء وأوهام، لذلك ابن معين أيضا تكلم فيه، ابن معين قبل النسائي تكلم فيه، لكن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن، لا ينزل عن مرتبة الحسن أو الجيد حتى. النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله ابن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله. إذن هذا الذي عرض، يعني عرض له عارض حصل، يعني نزلت به مصيبة عرفناه، فمن شدة مثلا حزنه أو تأثره أدى ذلك إلى التخليط في ذاكرته. لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، إذن فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبل روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب. وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، أي سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه. وسعيد ابن أبي عروبة، طبعا فتح العين، وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه، إذن هذا المعافى وليس المعافي. والمسعودي أيضا، وربيعة، ربيعة جاي أيضا اختلط أخيرا. وتوفى سنة 36 و100، لكن ما ذكر الحافظ ابن حجر وأكثر العلماء الحقيقة اختلاط ربيعة، الظاهر لعله في آخر فترة وما حدث بعدها، لذلك هذا غير ضار في ترجمته، لذلك لعله بسبب ذلك ما ذكره أو ذكر اختلاطه معظم المتكلمين في أحوال الرجال. وصالح مولى التوأمة، صالح هذا ابن نبهان مولى التوأمة. وحسين ابن عبد الرحمن قاله النسائي، يعني قال إنه قد تغير. وسفيان ابن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين. وعبد الرزاق ابن همام قال أحمد ابن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. عبد الرزاق في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه قال أدركناه قبل سنة 200
وهو حافظ متماسك. بعد ال200 نعم لقينا وقد يعني ذهب بصره واختلط، حصل معه اختلاط وضعفت ذاكرته، لذلك وقعت بعض الأخطاء في أحاديثه، لكن ليست في مصنف. مصنفه كتبه يعني عرفنا في أثناء رجولته في مكتمل الرجولة، لكن بعض المتأخرين من أصحابه نعم كإبراهيم الدبري وأمثاله رووا عنه بعد ال200 بعض الأحاديث المنكرة، بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة والغريبة. لذلك هناك فرق أخواني. طبراني روى بعض هذه الأحاديث المنكرة عن عبد الرزاق، عن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، لكن لا تجد هذه الأحاديث في المصنف، لا تجد هذه الأحاديث في مصنفه. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني، هذا ذكره ونقله ابن كثير عن ابن الصلاح، وقد وجدت إذن فيما رواه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري، إسحاق هذا نعم وليس إبراهيم، أبوه إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه، هذا هو الراجح. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، إذن أدركه أكيد بعد التغير. فعبد الرزاق توفي سنة 11 و200، إذن أدركه بعد التغير، وهو في الأصل كان صغيرا. لذلك الذهبي ذكر في ترجمة إسحاق هذا الدبري، قال: استصغر في عبد الرزاق، استصغر في عبد الرزاق، يعني كان صغيرا. نعم. وعارم اختلط بأخرة، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، عبد الملك ابن محمد اسمه، عبد الملك ابن محمد، عارم محمد ابن الفضل، وأبو أحمد الغطريفي، وأبو بكر ابن مالك القطيعي، خلف حتى لا يدري ما يقرأ. هذا راوي مسند عن عبد الله بن أحمد، عن أحمد راوي المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، لكن أيضا رواه قبل التغير، رواه كاملا قبل التغير، هذا هو الصحيح في حاله. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى، بعدهم يعني أي طبقة أخرى ثم من بعدهم كذلك، وقد يستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. هذه خير القرون قرني، هذه اللفظة القرون لا توجد في شيء يعني من الكتب المشهورة، لا توجد في شيء من الكتب المشهورة، لا الكتب 6 ولا 9 ولا 15 مو موجودة في جميع المصنفات والكتب المشهورة، جاءت هكذا في الكتب التي تروي الأحاديث الضعيفة وتبين أنها ضعيفة كالكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان. خيركم قرني في رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فقط كلمة القرون أن كان في هذه الكلمة حصرا، إما خيركم قرني وإما خير الناس قرني. نعم. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي. ابن سعد متوفى 30 و200، له الطبقات الكبير والصغير والتاريخ، كاتب الواقدي محمد بن عمر الواقدي متوفى 207، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله،
وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات. فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد أو يعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني يقصد من حيث الأصل أي ولد فيهم يعني، وأنه منهم، وإنما هو من مواليهم. فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، أي مولى الطائيين، مولى الطائيين. وكذلك أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران، كان مولى لامرأة من بني رياح، كان مولى لامرأة من بني رياح فنسب إلى هذه القبيلة. وكذلك الليث ابن سعد الفهمي أيضا نسب إلى هذه العشيرة، إلى بني فهم. وكذلك عبد الله ابن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله ابن صالح كاتب الليث. حصل خلل هنا، خطأ موجود عندكم، حصل خلل. العبارة في ابن الصلاح صفحة 360، عبد الله ابن وهب مولى قريش، وعبد الله ابن صالح مولى جهينة. إذن عبد الله ابن وهب مولى قريش، ولو قلنا القرشي معنى ومولى قريش، أما وهو مولى هذه في خلل أو في خطأ في الاختصار، لعله من الطباعة. إذن عبد الله، وعبد الله ابن صالح مولى جهينة، هكذا الصواب يعني. يعني عبد الله ابن وهب ليس مولى لعبد الله بن صالح، عرفنا من الخطأ. وهذا كثير، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. وكذلك الحسن ابن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله ابن المبارك، لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، أي من حيث الولادة والأصل نعم من بني أصبح، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، يعني لبني تيم. وقد كان عسيفا عند طلحة ابن عبيد الله التيمي فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوالي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. نعم، في رواية: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي بالقرآن. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقال: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون ابن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن ابن أبي الحسن، يعني الحسن البصري المشهور. قال: فأهل الكوفة؟
فأهل الكوفة فقلت إبراهيم النخعي، وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى أي أتم الكلام قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لكن هذه القصة وهذا الأثر أنكره الإمام الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء 5/85، وقال يرويه الوليد ابن محمد الموقري، أسند هذه القصة من طريق الحاكم. قال الذهبي وهي حكاية منكرة والوليد واهن، إذن هي حكاية منكرة والوليد واهن. إذن صاحب هذا الأثر أو هذه الرواية محمد الوليد ابن محمد الموقري. قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن ابن أبي الحسن البصري. قال أمولاه؟ قال نعم. قال فبما سعدهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياه. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد، أي هو السيادة الحقيقية، هي السيادة الحقيقية، أن يكون بحاجة إلى علمه وهو غني عن دنياهم، يعني غني عن المال والمنصب. هذه ثابتة. هذه نعم صحيحة هذه. النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، جمع رستاق وهو القرى، أعجمي معرب فارسي الحقيقة، جمع رستاق وهي القرى على وزن بساتين وبستان، بساتين وبستان، رساتيق ورستاق. وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها. الإقليم يضم مجموعة من المدن مثل الولاية الآن، مثل الولاية الآن، الإقليم يشابه الولاية. ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. قال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، يعني حقيقة ما في تاريخ معين، ما في تاريخ أو زمن معين يعيش الإنسان في البلد فينسب إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة. لاحظوا هذه التسمية بالنسبة لابن كثير، للحافظ ابن كثير، اختصار علوم الحديث. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخيرا في عندنا إن شاء الله، ما أدري بالنسبة لحديث الأولية، هل أعطيتكم هذا الحديث؟ أعطيتكم حديث الأولية، الحديث المعروف في الأولية سابقا أو لا؟ لا، مو وظيفة الآن، أعطيكم يعني حديث بالسند، حديثا معروف، هذا الحديث معروف بحديث الأولية، يتناوله العلماء والشيوخ في بلاد الشام وفي غيرها دائما،
يعرف بحديث الأولية. في الغالب الشيوخ يحدثون الطلبة أو من يريد الإجازة في أحاديث في هذا الحديث غالبا، في هذا الحديث غالبا. فهذا الحديث يعرف بحديث الأولية، هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث إخواني الكرام خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن ابن بشر العبدي. إذن هؤلاء يروون هذا الحديث من طريق عبد الرحمن ابن بشر العبدي. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. إذن هذا الحديث يعرف بحديث الأولية، لأن عبد الرحمن ابن بشر هذا قال وهو أول حديث سمعته منه. ثم بعد ذلك من أخذه عن عبد الرحمن بن بشر هذا قال وهو أول حديث سمعته من عبد الرحمن بن بشر، والذي جاء بعده قال وهو أول حديث سمعته من فلان، وهكذا إلى أيامنا هذه، إلى أيامنا هذه. أما فيما بين سفيان بن عيينة وعبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث فلا يصح اتصال التسلسل، لا يصح اتصال التسلسل. التسلسل صحيح من أيامنا هذه إلى عبد الرحمن بن بشر كما قلنا العبدي قال. إذن وهو أول حديث سمعته من سفيان ابن عيينة. قال سفيان ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال: حدثني أبو قابوس. حدثني أبو قابوس مولى عبد الله بن عمر ابن العاص عن عبد الله بن عمر ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث فقط فيه أبو قابوس، أبو قابوس لا بأس به، لا بأس به، ولحديثه يعني شواهد بالمعنى كثيرة، فهو حديث صحيح من حيث المعنى، حديث صحيح. أما من حيث السند فإسناده لا بأس به لأجل أبي قابوس، وباقي الإسناد ثقات مشاهير، باقي الإسناد ثقات مشاهير. فهذا الحديث نرويه عن ثلة من شيوخنا، نرويه عن ثلة من شيوخنا، أي نعم، منهم الشيخ عدنان الغشيم، ومنهم الشيخ المعمر محمد الخطيب، والدكتور الشيخ محمد سعيد البادنجكي، محمد سعيد البادنجكي بأسانيدهم عن عبد الرحمن بن بشر هذا الذي قال وهو أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة، وهو من الأحاديث المسلسلة كما قلنا بالأولية، بالأولية. فيستطيع الواحد منكم الآن أن يروي هذا الحديث من طريق عبد الرزاق المهدي ويقول هو أول حديث سمعته منه. قد يقول قائل: كيف أول حديث سمعته منه؟ أنتم سمعتم مني أكثر من حديث. أول حديث تروي أم مسندا؟ هو أول حديث أخذته مسندا يعني السنة. طبعا إن شاء الله سأصور هذا السند، سأصور هذا السند عرفنا كاملا ونطبعه إن شاء الله ونعطيكم إياه إن شاء الله. إذا عرفتم هذا السند حفظتم هؤلاء الشيوخ الثلاثة. بالنسبة لي الشيخ المعمر محمد الخطيب، معمر يعني أدركته وله فوق 100 سنة، إذا المقصود أنه عاش طويلا ما شاء الله، أي نعم، أدركته من سنين وقد جاوز 100، تركته حيا كان. وأيضا شيخ آخر الشيخ الفقيه عدنان الغشيم، عدنان الغشيم. وشيخ ثالث وهو دكتور أيضا محمد سعيد بادنجكي، محمد سعيد بادنجكي. حدثونا بهذا الحديث كل واحد طبعا على حدة، وهو أول حديث سمعته من كل شيخ من هؤلاء الشيوخ. وكل واحد منهم طبعا قال في
هذا الحديث عن شيوخه بأنه أول حديث سمعه من شيوخه حتى وصل الحديث إلى عبد الرحمن بن بشر. طبعا السيوطي جعله من الأحاديث المسلسلة المتصلة إلى عبد الله بن عمر بن العاص، لكن كما قلنا لا يصح التسلسل إلا إلى تلميذ سفيان بن عيينة، فهذا ثابت ولا محالة، هذا ثابت التسلسل إلى سفيان بن عيينة. والله تعالى أجل وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وفتح الله علينا وعليكم. طبعا إخواني الكرام، عندنا إن شاء الله اختبار، لأن خلاصة هذه القراءة وفائدتها تكمن الحقيقة في الاختبار. الاختبار يكون هناك المراجعة للمعلومات والمذاكرة والحفظ للقواعد والاصطلاحات وأهم المعلومات، فلابد وأن إن شاء الله نجري اختبارا لهذا الكتاب كاملا، لهذا الكتاب كاملا. الوقت الذي تختارونه إن شاء الله ما في مشكلة، سواء بعد 10 أيام، بعد أسبوعين، أو ربما نؤخر أكثر، يعني فترة الصيف كان إن شاء الله في بداية يعني السنة المقبلة في سبتمبر يكون الاختبار، حتى يكون إن شاء الله وقت يعني أطول إن شاء الله. طيب إن شاء الله، خلاص حوالي 2 شهر معاكم إن شاء الله، يعني إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، هل هناك خلاف بين أهل العلم في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قرأت أن من أهل العلم من قال أنه ولد في يومين من ربيع الأول، ابن عبد البر قال 12 ربيع الأول، منهم طن من قال صح، وفي أخذ لا خلاف أنه يوم الاثنين، لا خلاف أنه يوم الاثنين، والمشهور يوم 12، لكن في خلاف حقيقة. نعم، في خلاف، عدة أقوال يعني. أي نعم. العلماء الذين احتجوا على من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أمر هو أن هناك خلاف بين أهل العلم في يوم مولده. صحيح صحيح، الذي لا خلاف فيه أنه يوم الاثنين، ويوم الوفاة لا خلاف فيه أنه توفي ضحى الاثنين صلى الله عليه وسلم. أما في ربيع سواء في 12، من أهل العلم من نفى أن يكون في ربيع الولادة، حتى من أهل العلم من نفى أن يكون في ربيع. إذا نكتب عادة كتاريخ تم بحمد الله ومنه وكرمه قراءة هذا الكتاب، اختصار علوم الحديث بتونس مدينة أريانا أو ولاية مدينة مدينة وولاية مدينة وولاية. نعم، أريانا القديمة نحن، صح؟ مقر الشعبة، مقر الشعبة هذا الحزب. جمعية المحافظة على القرآن الكريم. نعم، وذلك عقب صلاة العصر مع بعض الإخوة. الكرام، أنتم تذكرون مع الشيخ فلان، مع الشيخ فلان، والحمد لله أولا وآخرا، تاريخ 3 شعبان 1433 الموافق 23/6/2012 خلاص كتبتم؟ نعم. إذا أحببتم التوقيع أيضا. نعم.
بعض الإخوة كان يطلب منا توقيع أحيانا في إتمام الكتاب. أنت ما كتبين؟ توقيع عند الكتابة أحسن. أي ما ليش؟ بما أنه في تمام على ورقة. طيب خلاص لو بدك أوقع لكم مع الكتاب حتى أكتب خلا بعدين إذا حابب. طيب أكتب بعدين. مش ألم وقعين ستنقلها بعدين. طيب أنا وضيع الورقة صح حديث السوق هذا شهرة السوق اي حديث السوق طيب هذا يحتاج إلى وقت إخواني الكرام. خلاص الآن أنا عندي موعد إن شاء الله بالنسبة لحديث الصوم مرة أخرى إن شاء الله، لكن راجع أنه حديث منكر، أنه ضعيف ومنكر الحقيقة. ضعفه الأئمة الدارقطني وابن عدي والعقيلي وأبو الفرج ابن الجوزي حكم ببطلانه، خرجوا في الموضوعات، وابن القوي ابن القيم في المنار المنيف فيما ليس بحديث أيضا نبه على أنه حديث لا يصح، وأبو يعلى أيضا أبو يعلى الخليلي نبه على أنه حديث ضعيف والمنكر، وعدد إذا من العلماء ومن المحدثين نبهوا على أن هذا الحديث منكر ضعيف ولا يصح البت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سندا ومتنا سندا ومتنا لا يصح. أي نعم، السند له عدة علل، وأما المتن مر معنا في الموضوعات من علامات الحديث الموضوع من الأمارات التي تدل على الوضع أن يكون هناك ثواب كبير يترتب على عمل يسير، ثواب كبير يترتب على عمل يسير. هذا الروايات فيه ثلاثة خصال: مليون حسنة ومحو مليون سيئة ورفع مليون درجة، فصار لا يعدله شيء الحقيقة. نعم، والسند لا يصح، السند لا يصح البتة، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.